اسمع اسمع، تعرف سالفه البعير؟ اللي في امريكا لا طبعا هذه سالفه البعير في امريكا. يعني كان في واحد اسمه هذا غرق الرجال بيقول سالفه يا ولد عيال اضربه اضربه. فالبعير هذا يقولون طبعا خلاص يا عرسي ما خلى شيء اشغلنا. بعير في امريكا ايوه طبعا. وش عنده؟ سعد قبل شوي سعد قبل شوي اقول بس قال وش البسه ذي؟ وش البسه؟ يا اخي سعد ارجع البث اذا قلت وش البسه؟ يقول وش البسه؟ وش البسه؟ وش البسه؟ وش البسه؟ ما يعرف ايوه هذا مثل ايش؟ اللي عقرتها في الرين مثل مناحي عشت. مناحي اللي في امريكا سيف بيضاء المهم شاف له شاف له بعير وكذا قال اوه كمل قال ايه مناحي علينا علينا مناحي يعني تعرف البسه عموما ما كنت وياك. طيب هذا شو اسمه الاكله ذي؟ هذه يا ربي نور نقالك ما وفق بس بدون مزح اي ابغى الصدق والله الصدق؟ اي فخود دجاج. لا والله ما فخود دجاج.